نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم من الحج الصعود إلى عرفة بعد عامين قيدت فيهما جائحة كورونا عدد الحجيج إلى البقاع المقدسة. تأمين عودة التونسيين بالخارج بولايات الجنوب الشرقي وتعزيز لإجراءات المراقبة الصحية بالمعابر الحدودية البحرية والبرية والجوية. غدا البطلة العربية الإفريقية أنس جابر تخوض نهائي بطولة ويمبلدون البريطانية لتنس المحترفات. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الإخباري. في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، توافد حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، دعينا الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة. على صعيد عرفات اجتمع ضيوف الرحمن ليشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مهيب توحدت فيه قلوبهم وارتفعت أيديهم وتعالت أصواتهم بالدعاء والاستغفار. صعيد عرفات الذي توافد عليه نحو مليون حاج وحاجة منذ ساعات الصباح الأولى لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج بعد عامين قيدت فيهما جائحة كورونا من عدد الحجاج. وفي من شغل البعض من الحجاج بالتلبية والاستغفار، تحول البعض الآخر إلى مسجد نمرة أين استمعوا إلى خطبة الوقوف بعرفة. اللهم تقبل من الحجيج مناسكهم واستجب دعواتهم ويسر أمورهم واغفر ذنوبهم وأعدهم لبلدانهم سالمين غانمين. وعقب الاستماع إلى الخطبة أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا. ووسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكون، سيقضي حجاج بيت الله الحرام اليوم في مخيمات مترامية الأطراف في صعيد عرفات، ثم سينفرون عند الغروب إلى مشعر مزدلفة حيث سيصلون المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم سيجمعون الجمرات ويتوجهون إلى ميناء لرميها أول أيام عيد الأضحى. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن المشاعر المقدسة تنضم إلينا عبر الهاتف مباشرة موفدة الأخبار نعيمة عبد الله. نعيمة أهلا بك. إذن توافد الحجاج منذ ساعات الصباح الأولى إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وشهادة الوقفة الكبرى، لو تصفين لنا الأجواء هناك وخاصة فيما يتعلق بحجاجنا الميامين. نعم، اليوم عرفة الركن الأعظم من الحج، ومن أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج. بالنسبة إلى حجاجنا الميامين استمعوا في هذا اليوم إلى خطبة عرفة وأدوا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم قاموا بأذكار وتلاوة للقرآن. وقبيل الغروب بنصف ساعة سيتولى المنشد الديني تأمين دعاء عرفة جماعيا، وسيتواصل إلى حين إعطاء إشارة الانطلاق في تفويج الحجاج نحو المزدلفة. وكما هو معلوم فإن الحجاج سيبيتون في المزدلفة حيث سيجمعون الحج الجمرات التي سيلقونها يوم عيد الأضحى وخلال أيام التشريق الثلاثة. ربما تستمعون الآن إلى أصوات الطائرات المروحية وهي تطوف في سماء عرفات، وهي من ضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية. وقد عينا وجود أعداد مهمة أيضا من العناصر الأمنية في كل المرافق والطرقات المؤدية إلى المشاعر المقدسة. حنان، في الختام دائما أشير إلى حالة الطقس هنا في مكة المكرمة بأنها أيضا تبدو عاملا مهما بالنسبة إلى الحجاج
سيسير أداء المناسك، فدرجة الحرارة هنا في ميناء ومزدلفة وعرفات تتراوح بين 30 و44 درجة. نعم، مفادت الأخبار إلى المشاعر المقدسة نعيمة عبد الله، شكرا جزيلا لك. ومعنا عبر الهاتف أيضا رئيس البعثة الصحية للحج الدكتور شكري حمودة. دكتور، لو تحدثنا أكثر عن صحة حجيجنا في يوم عرفة. شكرا على الاستضافة. حاليا في مشعر عرفة موجود 5207 حاج تونسي، وهم كلهم يتمتعون بصحة جيدة. أجرينا إلى حدود منتصف النهار بتوقيت تونس 259 عيادة، 30% من العيادات هذه التهاب في الأنف والحلق والحنجرة، و10% هي أمراض الجلدة عندها علاقة باللباس وعندها علاقة بالحركة وعندها علاقة بالمنوال الجديد هذا للعيش اللي يعطي تهرية في الجلدة. بخلاف هذا لم نسجل حالات ضربات شمس، وهذه نعمة من عند ربي لأن الحجيج اقتداوا بالنصائح الطبية، ولم نسجل حالات ارتفاع حرارة اللي هي تستوجب كون نقوم بالكشوفات السريعة لمرض كوفيد 19. نعم، هنا دكتور ليس نعم، كيف تتعاملون مع الحالات المصابة بالكورونا؟ هل من تفاصيل أوفى؟ احنا اذا كان عندنا ارتفاع درجة حرارة وعندنا علامات عندها علاقة بالأنف والحلق والحنجرة ولا الجهاز التنفسي، نقوم بكشف سريع، والكشف هذا يمكننا باش نعرفوا اللي الحالة مصابة أو غير مصابة. إذا قيناها مصابة نبلغ السلطات السعودية على الموضوع ونقوم بعزلها ونعمل تقصي عند المخالطين الكل. وإلى حد الآن لم تتوفر كل هذه الشروط للقيام بالكشوفات السريعة في عرفة. والحالات الأولى التي بشرناها في بداية الحج هي كانت حالات اعتمدنا فيها المعيار اللي نعتمده في تونس، وحاليا نعتمد معيار المملكة فيما يخص طب الحشود، وبالتالي الأمور كلها طيبة والحمد لله. نعم، ما هو التحدي الأكبر لكم اليوم مزدلفة بالتأكيد؟ التحدي الأكبر هو النفرة، معناتها التنقل في حد ذاته بين عرفة ومزدلفة. هنا الحجيج يوقع تفويجهم عبر حافلات، عندنا معناتها أعضاء بعثة الصحية يرافقوهم في الحافلات، وفما المرافقين وفما الشؤون الدينية. احنا نطلب من الحجيج ما يبعدوش عن الحافلات باش ما يذيعوش، واذا الله لا يقدر يذيع حاج بحكم كونه فما الامكانيات هذه اللي كانت تصرف فيها ما شاء الله السيدة نعيمة مفادة الاخبار من هليكوبترات من جي بي اس من هواتف جوالة، خلينا نحدوا مكانه في اقرب وقت ونجيبوه للمخيم تاعنا مخيم التونسي. نعم، رئيس البعثة الصحية للحج الدكتور شكري حمودة، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من البقاع المقدسة، شكرا جزيلا لكم. وبانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتسم نهار اليوم ويوم غد العيد، الطقس والرياح ستكون شديدة بما يتطلب اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كيلومتر في الساعة. وللمزيد معنا مباشرة عبر الهاتف محرز الغنوشي، رئيس مصلحة التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي. أهلا بكم محرز، إذن أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس خاصة خلال يوم عيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل السادة المشاهدين. وصحيح كان المؤشر الإيجابي في طقس اليوم وصول التيارات الهوائية الشمالية اللي عملت على انخفاض ملموس محسوس في درجة الحرارة، وتأثيرات الإيجابية إن شاء الله تبقى متواصلة خلال أيام عيد الأضحى يومي السبت ولحد القادمين. درجات حرارة تعتبر في معادلات طيبة جدا وقريبة من الأرقام العادية لشهر جويليا، باعتبار أنه ظهر هذا اليوم تقريبا درجات حرارة كانت من بين 28 إلى 34 درجة في الشمال في المرتفعات، من بين 34 إلى 39 في بقية الجهات باستثناء ممكن البرمة برج الخضرة قد توصل إلى 49. ونشاط متوقع للخلايا العادية في الولايات الغربية للوسط وإلى الجنوب عشية هذا اليوم، قد يتزامن مع إمكانية تساقط البرد في أماكن محدودة، إنما ما هو ثابت هو صحو الأجواء خلال أيام عيد الأضحى المبارك. الطقس باش يكون صافي إلى قليل السحب، شدة الرياح اللي قد طلبنا نصيب المتابعة خلال الساعات القادمة وإلى يوم الغد سرعتها في الولايات الساحلية وإلى في الجنوب قد تصل إلى مستوى 50 و 60 كم في الساعة. وتبعا لذلك نأكدوا كما فما تحذيرات تهم الملاحة والصيد البحري، البحر يكون شديد الاضطراب بقية هذا اليوم يوم الغد، وتبعا لذلك الأنشطة البحرية مش ممكنة بما في ذلك
شركه السباحه على انه تتقلص فعاليه الرياح بدايه من يوم الاحد القادم. ان شاء الله باش يكونوا معنيين بانخفاض سرعتها الى ما دون 40 كم في الساعه، بحر تدريجيا مضطرب وسباحه ممكنه مع ملازمه الحذر. في ثاني ايام عيد الاضحى المبارك تقريبا ملخص التداخل نتاعنا كانوا الاجواء باش تكون جد ايجابيه، درجه حراره في مستوى مقبول جدا، الطقس مش باش قلقنا خلال ايام العيد، فان شاء الله زينه، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف. نعم سيد محرز الغنوشي رئيس مصلحة التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا جزيلا لكم. تشهد المعابر الحدودية الجوية والبرية والبحرية بولايات الجنوب الشرقي تعزيزا في إجراءات المراقبة الصحية تحسبا لمزيد انتشار فيروس كورونا. في ولايات الجنوب الشرقي ومع ما تشهده هذه الجهات من عودة مكثفة لأبنائها المقيمين بالخارج وما سجلته ولايات تطاوين ومدنين وجابس من ارتفاع مستمر في أعداد الحالات المؤكدة الحاملة لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، تعززت إجراءات المراقبة الصحية بالمعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية من خلال تشديد مراقبة الالتزام بإجراءات البروتوكول الصحية المعتمدة من قبل الوافدين، من ذلك ما أمنته إطارات وأعوان المستشفى الجهوي بجرجيس عند وصول باخرة قرطاج بالميناء التجاري. أما جملة من الإجراءات وقع اتخاذها على مستوى الدائرة الصحية بجرجيس بالتنسيق مع مختلف الأطراف المداخلة لتأمين هذه العودة، أهمها كما قاعدين تلاحظوا تنقل فريق كامل إلى برج جرجيس للقيام بالتثبت من شهادات التلقيح أو بي سي آر وتلقيح سريع لم يمضي على استخراجه أكثر من 72 ساعة تكون حاملة للفيروس. فعندنا مركز صحي على عين المكان لهنا، نقوم بالتحليل وعلى ضوء النتيجة نقوم بالإجراءات اللي خول لنا فيها القانون. فرحة العودة لقضاء العيد لن تكتمل بحسب المهاجرين أنفسهم إلا بالالتزام بإجراءات البروتوكول الصحي والوقاية حماية للجميع. لازم الفاكسان افون تو، اللي مش مفاكسين ماذا به يعمل تست قبل يروح للدار، فهمتني ولا لا، ويرد بال على العائلة، وهذا واجب علينا كل، زاد حماية لي وللعائلة. والوالدة عمرها 75 عام إن شاء الله ربي يفضلها، يلزمني نحميها قبل ما نحمي روحي واكسيترا. عندنا فاكسيناتنا حاضرين وعملنا معاهم تيست بي سي ار باقي اون بليس، وامورنا واضحة وإن شاء الله لاباس باش نحمي أرواحنا وباش نحمي غيرنا وكبارنا وصغارنا. أي واحد جاي لجرجيس سي با واحد ما يديرش على روحه، معناتها واحد لازم تو فيغ أتونسيون صراحة، معناتها عائلات وولاد صغار ومروح للوالدين كما قلت، والحمد لله وربي يستر. كل مريقنا ان شاء الله، وان شاء الله الناس الكل يعملوا يكونوا قدوه معنا، التيست بي سي ار والفاكسان في وقته وكل شيء، باش يحموا عائلاتهم هني واصحابهم كما قلت لك واحبابهم وكل شيء. في العودة للاحتفاء بعيد الاضحى المبارك وقضاء العطلة الصيفية، مبتغى كل المهاجرين يعيشون على وقعه على مدى السنة يكون افضل بكثير بالنسبة إليهم لما يأتون سالمين ويعودون سالمين. وبمناسبة عيد الأضحى صدرت عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات قرارات بتجديد هوامش الربح في بعض المواد الأساسية غير المدعمة، وشملت هوامش الربح عند التوزيع بالجملة 11 منتوجا استهلاكيا على غرار المياه المعدنية والمشروبات والعصائر والزيوت والمصبرات الغذائية ومواد التنظيف المنزلية. أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قرارات بتحديد هوامش الربح في تجارة بعض المواد الاستهلاكية تزامنا مع عيد الأضحى، ومنها المياه المعدنية والزيوت النباتية والعصائر والمشروبات الغازية والمصبرات الغذائية لمدة شهرين. وتراوحت هوامش الربح هذه بالنسبة للجملة على مستوى الجملة ما بين 300 مليم للمغلف بالنسبة للمياه المعدنية، وما بين 5% و 8% بالنسبة للمنتوجات الأخرى كما قلنا الزيوت النباتية والمصبرات والمشروبات. على مستوى التفصيل تراوحت الهوامش الربح هذه تحدد كما يلي: 600 مليم على مستوى التفصيل بالنسبة لستيكة الماء، 5% بالنسبة للزيوت النباتية غير المدعمة، 12% بالنسبة للعصائر، 10% بالنسبة للمشروبات الغازية، و10% بالنسبة للمصبرات الغذائية مستثنى منها معجون طماطم مضاعف التركيز. وتطبيقا لهذه القرارات تم تنظيم حملة مراقبة مشتركة بين الإدارة الجهوية للتجارة والفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالمنستير
لمراقبة تجارة هذه المنتجات بمحلات البيع بالجملة والتفصيل بولاية المنستير. زيت النبات تاع البواد هذا ما ثماش حتى فاتورة معناتها كيف وقتها. ديما يزيد 2000 3000 1500 ديما يزيد كل جمعة يزيد. نطبقوا القانون معناتها نبيعوا كيما هو بالضبط. اليوم زرنا التاجر هذايا بينا له الهوامش اللي يلزم يحترمها ما يلزموش يفوتها هو كتاجر جملة حسب ما صدر في القرارات المذكورين. وبطبيعة الحال ثبتنا معاه بقداش مش يبيع وشنو هو معناها هو يلزم يعمل ومطالب باش يحترم الهوامش هذية. بعد التثبت من الأسعار تثبت من فاتورة الشراء اتضح فما زيادة غير قانونية في عدم احترام القرار. في المياه المعدنية قلنا زيادة مثل في 200 فرنك بالقارورة وبالنسبة لإيترانوس وبالنسبة للزيت النباتي غير مدعم قلنا زيادة ب 2500 في اللي لا في الدبوسة ذات 4 لترات. قمنا باستدعاء المعني بالأمر وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. كما شملت حملة المراقبة نقاط بيع الأضاحي بالميزان من المنتج إلى المستهلك. نعطيكم فكرة على الأسعار المتداولة هنا الموجودة. أقل من 50 كيلو الأسعار 15 دينار و500 وأكثر من 50 كيلو يبيعوا فيها ب 15 دينار. لاحظنا كون ثم إخلال على مستوى نقطة البيع هو كونه عدم وسم آلة الوزن بتاعه. هي نقطة بيع مخصصة لبيع أضاحي العيد بالكيلو. خلفة أخرى اقتصادية تتمثل في عدم إشهار أسعار البيع. لكن هنا كون لاحظنا في أغلب نقاط البيع كون السعر المتداول كل 15 دينار. بالنسبة للأسعار هذه كي نحن نبيعوا في حاجة نظيفة حاجة فهمتني الناس كل تجينا وما تشكش منه الأسعار ونحن حد الآن بايعين 850 على الوش هنا. وشملت قرارات تحديد هوامش الربح تجارة مواد التنظيف جملة وتفصيلا لمدة 1 شهر حيث تمت دعوة المهنيين من قبل الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير وإعلامهم بهذه القرارات التي دخلت حيز التنفيذ منذ 5 جويلية الجاري. بحضور وسائل أعلام وطنية وأجنبية تنتظم حاليا في مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءات القرعة الخاصة بالتعبير المباشر للاستفتاء التي ستبثها التلفزة الوطنية في إطار حملة استفتاء 25 من جويلية وذلك تكريسا لحياد وسائل الأعلام وضمان تكافؤ الفرص أمام المشاركين في الحملة على أساس الإنصاف. ويشارك في حملة الاستفتاء 135 طرفا مناصرا لمشروع الدستور وسبعة أطراف معارضة له. في أخبار الرياضة أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي التعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي للإشراف على فريق كرة القدم خلفا لرشيد الطاوسي المقال من منصبه. وسبق للبنزرتي أن درب الرجاء البيضاوي منذ 8 أعوام وقاده إلى تحقيق المركز الثاني في بطولة العالم للأندية. تلاقي غدا لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر انطلاقا من الساعة 1 ظهرا الكازاخية إلينا ريباكينا في المباراة النهائية من بطولة ويمبلدون البريطانية. وكانت أنس جابر تأهلت للدور النهائي بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا لتصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تدرك الدور النهائي لإحدى البطولات العالمية الكبرى. من مدريد إلى برلين وصولا إلى العاصمة البريطانية لندن تواصل البطلة أنس جابر نشر الفرحة في قلوب الملاعين بكرة المضرب في تونس وفي مختلف أنحاء العالم. فمستفيدة من تتويجها بلقبي بطولتي مدريد وبرلين نجحت أنس جابر المصنفة ثانية عالميا في تحقيق أحد أحلامها ببلوغ المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون إحدى البطولات الأربع الكبرى. حقيقة لا أعرف ماذا أقول في هذه اللحظات. إنه حلم طويل وجميل وتضحيات كبيرة وأنا سعيدة لأنني حققت المنال وأطمح للمزيد. واحتاجت أنس جابر إلى زمن 1:43 لتزيح الألمانية تاتيانا ماريا من طريقها نحو الفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى. فبعد تفوقها في المجموعة الأولى بنتيجة 6 أشواط مقابل 2 انهزمت أنس جابر في المجموعة الثانية 3 أشواط مقابل 6 قبل أن تستعين في المجموعة الثالثة بخبرتها وعزيمتها لانتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية
وتنهي المجموعة الثالثة لفائدتها بستة أشواط مقابل شوط واحد. مباراة صعبة جدا، لقد جعلتني أركض كثيرا في أرجاء الملعب في هذه المباراة. وبعد أن حققت أنس جابر إنجازا عربيا وإفريقيا غير مسبوق ببلوغ نهائي بطولة ويمبلدون، أصبحت أيضا أول لاعبة تحقق 11 انتصارا متتاليا على الملاعب المعشبة، كما أنها نجحت في تحقيق 22 فوزا في آخر 24 مباراة خاضتها، وأصبحت على بعد فوز واحد لتحقيق أكبر إنجاز تحقق في لعبة التنس على المستوى العربي والإفريقي. أنا تونسية وفخورة أني أقف الآن هنا، لقد أدخلت الفرحة في قلوب الجميع في تونس وفي ويمبلدون، أحاول أن أكون مصدر إلهام للجميع ليس فقط في رياضة التنس التي أعشقها. وستلقي أنس جابر في الدور النهائي من بطولة ويمبلدون يوم السبت المقبل الكازاخية إلينا ريباكينا المصنفة 23 عالميا، وستكون أنس محط أنظار التونسيين والعرب والأفارقة لتتابع مهمتها في إسعاد الجماهير. ممتازة ممتازة اللاعبون جابر، بداية هائلة بداية. وفي أخبار العالم، قالت وسائل إعلام يابانية إن رجلا فتح النار على رئيس الوزراء السابق شينزو أبي أدى إلى وفاته أثناء إلقاء كلمة في حملة انتخابية بمدينة نارا غرب البلاد. ويعد أبي البالغ من العمر 67 عاما أطول رئيس للوزراء بقاء في سدة الحكم بالبلاد. رغم محاولات الأطباء إسعافه، لكن الرصاصات التي اخترقت جسده كانت قاتلة، حيث أعلن التلفزيون الرسمي الياباني وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو أبي عن عمر ناهز 67 عاما، متأثرا بإصابته عقب إطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي بمدينة نارا الغربية. هذا وقد أكدت هيئة البث اليابانية أن المهاجم أطلق النار على أبي ببندقية من الخلف وأنه تم اعتقاله على الفور، حيث كشفت الشرطة اليابانية أن منفذ العملية هو عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية وقام باستخدام بندقية يدوية الصنع في الهجوم. رئيس الوزراء الياباني الأسبق هو صاحب لقب أطول رئيس حكومة في تاريخ بلاده، حيث مكث في المنصب بما حصيلته 9 سنوات وقاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية. وأصبح أبي لأول مرة رئيسا للوزراء سنة 2006 بينما كان يبلغ من العمر 52 عاما، ليكون أصغر رئيس حكومة سنا في تاريخ البلاد. ولد أبي في طوكيو من عائلة سياسية عريقة تتمتع بنفوذ اقتصادي كبير، تقلب في مناصب سياسية عدة حتى وصل إلى زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي. بعد عام على توليه منصب رئيس الوزراء شهد فضائح سياسية وغضب الناخبين بسبب فقدان سجلات خاصة بمعاشات التقاعد. استقال أبي معللا قراره لاعتلال صحته وتولى المنصب من جديد في عام 2012، ثم تنحى في 2020 لنفس الأسباب، ولكنه ظل حاضرا ومهيمنا على الحزب الحاكم إذ يسيطر على فصائله الرئيسية. عملية اغتيال رئيس الوزراء الياباني الأسبق تأتي قبل يومين من توجه الناخبين في اليابان إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة تقرر إذا ما كانوا سيؤيدون الحكومة المحافظة أو إضعاف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وربما إعادة ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى فترة من الغموض السياسي، خاصة مع مقتل شينزو أبي. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها. حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم من الحج الصعود إلى عرفة بعد عامين قيدت فيهما جائحة كورونا عدد الحجيج إلى البقاع المقدسة. تأمين عودة التونسيين بالخارج بولايات الجنوب الشرقي وتعزيز لإجراءات المراقبة الصحية بالمعابر الحدودية البحرية والبرية والجوية. غدا البطلة العربية الإفريقية أنس جابر تخوض نهائي بطولة ويمبلدون البريطانية لتنس المحترفات.
ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية. إلى اللقاء.